السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فيديو اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم نموذج فرض بالنسبة لأولى بكالوريا، سواء أدبيين أو علميين، يعني ما كاينش فرق. إذا في هذا الفرض الثاني من الدورة الثانية إن شاء الله غادي نحاول نركزوا على الجراما بشكل أكثر، يعني غادي نشوفوا الدروس اللي عندكم في الجرامير هذه الدورة هذه، وغادي نحاولوا أن نخدم معكم تمارين بشكل مبسط باش إن شاء الله يعني تكونوا واجدين الفرض اللي جاي. اذا مباشره غنبداو بالتمارين. كاين شي تمارين حيدتهم حيت يعني ما كانش غادي تحطو، فمشيت مباشره للسي. ناو سي فيل ذا بلانكس ويذ هو ويتش هوز وير اند وين. هاد الدرس هذا اش من درس؟ هذا ريلاتيف برونونز، الضمائر النسبيه. اذا هاد الضمائر كل واحد والاستعمال ديالو، كمثال اللي شفتو الاول واحد اللي هو هو، فهذا كنستعملو البيبل الاشخاص، يعني الا بغينا نهضروا على شي شخص كنقولوا هو. بالنسبه للبرونون الثاني اللي هو which، فهذا كنستعملوه الانيمالز اند اوبجيكتس، يعني الحيوانات والاشياء. هوز كنستعملوها الملكيه possession، يعني كنقولوا هوز بوك از ذيس، يعني ملي كنبغي نهضروا على شي حاجه ديال شي واحد. وير كنستعملوها الامكنه places، يعني ملي كنبغي نهضروا على شي مكان فكنستعملوا وير. واخر وحده اللي هي وين كنستعملها التايم، الوقت، ملي كنبغي نهضروا على الوقت. اذا نحاولوا نشوفوا الجمل ونخدموهم على بركه الله. 1 شي از انجيجد تو ذا دكتور، سيستر از ا ستودنت ان ماي كلاس. هنا واحد القضيه باش يمكن لكم تفرقوا ما بين هو وهوز، فقط ان هو كتكون متبوعه بالفيرب، وهوز كيكون كتكون وسط ديال جوج ديال الاسماء ناونز. فهنا شفتوا ذا دكتور وعندنا سيستر، بجوجهم اسماء، يعني دكتور طبيب وسيستر اخت، فهنا غنستعملوا هوز. شي از انجيجد تو ذا دكتور هوز سيستر از ا ستودنت. هنا ما يمكنش نستعمل لنا هو واخا هو شخص، علاش؟ لان ما تبعهاش فيرب فعل. فهنا ملي كيكونوا جوج الاسماء كما قلت لكم كنديروا هوز. 2 لوك ذاتس ذا بانك ماي انكل وركس، يعني شوف هذاك هو البنك فاش خدام العم او الخال ديالي. يعني اذا هنا ما كان فبين شو غادي نديروا. لوك ذاتس ذا بانك وير ماي انكل وركس. 3 A policeman is a person enforces the law. يعني رجل الشرطة هو شخص يعني اللي كيطبق القانون. إذا هنا عندنا person ما بينه فغنستعملو who. A person or a policeman is a person who enforces the law. 4 January is a time people go skiing in Ifran. إذا هنا عندنا time فبين شو غنستعملو؟ غنستعملو when. January is a time when. The last one 5 This is the dog saved my life yesterday. يعني هذا هو الكلب اللي نقذ حياتي الأمس. إذا هنا عندنا animal حيوان فهنا غنقولو which. This is the dog which saved my life yesterday. D. Put the words in brackets in correct form. Use simple past or past continuous. إذا هنا حدينا اختيارات غنختارو ما بين past simple past continuous. بجوجهم كيعبروا على الماضي، ولكن واحد simple past فهو حدث قصير، و past continuous حدث طويل اللي خذا وقت أو مدة أطول. 1 When he steal the money I play chess with my guest in the living room. يعني ملي سرق الفلوس أنا كنت كنلعب الشطرنج مع الضيف ديالي. إذا هنا شنو غادي نستعملو؟ الحدث الأول غنستعملو past simple، والحدث الثاني غنستعملو past continuous. علاش؟ لأن playing chess كيستغرق مدة أطول، وهنا when he stole يعني past simple to steal the money I was playing chess. 2 I review my lessons while my brother surf the internet. اذا ملي كتشوفوا داك while فهي بينما، فهنا جوج الاحداث اللي كيوقعوا في نفس الوقت. اذا بجوج غنستعملوا الباست كونتينوس فغنقولوا I was reviewing my lessons while my brother was surfing the internet. E put these sentences into the passive voice. إذا هذا هو الدرس اللي شويه اللي صعيب ديال الباسيف فويس، اللي الاغلبيه ديال الكلام كيلقاو فيه مشكل. راني درت فيديو بوحدو على هذا الدرس، اللي بغى يشاهدو يدخل القناه ويقلب على شرح باسيف فويس ويتفرج فيه، ونزيدو نخدمو هذا الجمل اولا. 1 he is playing the guitar now، يعني هو كيلعب الجيتار دابا. غنقولو the guitar. هنا القاعده ديال الباسيف فويس شنو هي؟ هي to be plus verb in the past participle. ضروري خصنا نشدو verb to be، نصرفوه في نفس التصريف ديال الفعل، ومن بعد كناخذو داك الفعل اللي خدمنا عليه كنردوه في الخانه الثالثه اللي عندنا في الكتاب.
إذا هنا شنو هو الفيرب اللي عندنا؟ هو is playing، فهذا مصرف للبريزنت كونتينوس، فغنقولوا the guitar is being played now. 2 I have sent 5 emails، يعني صيفط 5 ديال الايميلز. Now 5 emails، وهنا نشوفوا الفيرب فين هو. Have sent، فهذا present perfect، إذا خصنا نحطو verb to be كذلك في present perfect اللي هو have been، ومن بعد كنزيدو الverb في الخانة الثالثة. إذا غادي نقولو 5 emails have been sent by me. 3 you should win this game، يعني خصك تربح هاد اللعبة. So this game، هنا المودلز فقط كنزيدو لهم be. إذا this game should be، وين غنصرفو في الخانة الثالثة هي won. This game should be won by you. Number 4 the mechanic fixed my car، يعني الميكانيك صلح السيارة ديالي. هنا غنشوفو الفيرب اللي هو fixed، فمصرف الباست سيمبل. إذا غنقولو my car was، من جبنا داك was؟ هي من الباست سيمبل ديال داك الفعل. So my car was fixed by the mechanic. 5 she was baking cookies، يعني كانت كتطيب الكوكيز. Now cookies were being baked by her، كيفاش خدمناها؟ ملي جبنا داك were being، were هو البلور، يعني ملي كيكون الجمع كنديرو were، ما كنديروش was، ولكن being جبناها من داك ing اللي كاينه في baking، و baking غنردوها في الخانة الثالثة اللي هي baked. المهم اللي مازال عنده مشكل مع هاد الدرس هذا يدخل القناة ويعاود يشاهد داك الفيديو الخاص بالباسيف فويس، ان شاء الله ما غيبقاش عنده مشكل. راه يعني ماشي شي حاجة صعيبة، فقط انكم تضبطوا القاعدة. اذا نمشيو دابا للاكسرسايز اف. ناو فيل ذا بلانكس ويز ابروبريت ووردز، انجري كالم سيلي هابي سيك اند فيلين. اذا هذا الدرس ديال داك الادجكتيفز ديال اي دي اند اي ان جي. اذا خصنا نبقاو نختاروا فقط كلمات لكل فراغ. ناو A how are you today، يعني هنا كيسول كيف الحال. فهنا how are you feeling، how are you feeling today، يعني كيفاش كتحس اليوم، ماشي واحد مريض او لا. B I feel very something، يعني كنحس بشي حاجه. My father just bought me a new motorbike and you، هنا يعني يشري ليه موتور، فغادي يكون فرحان بزاف. So I feel very happy، يعني كيحس بالسعاده. A I am so something، my little brother broke my computer and I can't find him anywhere، يعني هرس ليه البيسي ديالو. فهنا غادي يكون I am so angry، يعني غادي بيطلع ليه الدم حيت هرس ليه خو صغير البيسي. Good. Now G هذا آخر تمرين. Now finish the following exchange، يعني عندنا هنا جمل أو لا حوار وخصنا نكملو الفراغ. Now husband I'm terribly sorry my dear، يعني قالها كنعتذر بشدة. هي قالت شي حاجة. و husband I didn't bring you any gifts or flower، it's international women's day، it just escaped my mind، يعني ما جاب لها شي كادو، علاش؟ حيت هو اليوم العالمي للمرأة، فأنه انسى. فداك الفراغ الأول أشنو غنخدمو فيه؟ فداك الفراغ يعني نقدر نكتبو بزاف ديال الأشياء، يا إما أنها ما فهمتش علاش كيعتذر، يعني خصها تقول له علاش كتعتذر في الاصل، او لا انها عارفه علاش كيعتذر، فهنا غادي تعطيه شكوى كومبلينس، يعني علاش انه نسى ما جاب ليهاش الكادو. اذا نكتبوا واحد من الاجوبه اللي ممكنه. I have a complaint to make، you forgot to bring me gifts. وبالنسبه للفراغ الاخير wife accepts apology، يعني تما محدد لكم شنو خصكم ديروا، يعني خصكم تقبلوا الاعتذار ديال داك الشخص. فهنا غتقولوا it's okay it's no big deal no problem، يعني اللي كتبتو تما راه صحيح. كنتمنى ان يكون هذا الفيديو فادكم، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش لايك اند كومنت.